خلصنا نوال، شدي وراحت. انا بعرف انه اللي عملتيه غصب عنك وانا مسامحك، انت بس اهدى. اوعك ما تكوني جايبه اكل معك، ها، لاني حموت من الجوع. خلص اهدي وقومي غسلي وشك. يلا قومي. هي نظراته كم معنى إلها. معقول بعد كل اللي عملته فيه يفكر فيه من جديد؟ يحبني؟ إيه ليش لا؟ أنا تامر بعمري ما حذرت عليه. المهم أنا لازم أطيب منك يا تامر، سواء رجعنا لبعض أو ضلينا مثل ما نحن، لازم طيب. شو ناقصني؟ ولا شي. إيه ولا شي. يا
يعني ما رح تقيمها من بالك. وانت مالك شغلي غير انك تراقبني؟ ما تربيت من المرة الماضية وقت فجتك العيل الحمراء. لك يا فهيم هذا تقل والبيت قال عليك صبور عليه. يا عزام كساب حالك، انت عم تتعب حالك عن فاضي. فاضي؟ هي اللي فاضي هلا. تامر وراحت ايام وعابد طرد وطرد الكلاب من صفي بالميدان. أنت أنا إذا طبقتها قبل ما تلفي على حدا تاني. حاكم نوال ما بتقدر تقعد بدون حبيب. لك يا بني آدم أنت وين وهي وين؟ كلنا أولاد آدم وحواء، مصاري مو كل شي بالدنيا. بعدين هذا عابد لحبته آخر شي غني. لك إيه حالتي أحسن من حالته. هذا غير إنه أبوها بيحبني. وشو دخل أبوها؟ إن شاء الله مفكر حالك بدك تخطبها. لكن أنا ليش ركض وراها؟ لا انت بلشت توشها. نبيل انا بحبها والله العظيم بحبها. costing 570 million yuan it's the largest preservation effort in the region and will continue over the next 2 years. The project includes 15 monasteries under state level protection and 7 historical sites. Work includes preserving the Kanchigut Coal Mountain. شو هاد ماما؟ ليش كابة ادويتك؟ لأنه ما عاد إلها نزول. أنا خلاص طبت. طبتي؟ أيوه طبت. عرفت شو هو اللي تعبني وقررت واجهه. شو هو؟ ماما طلع على وشه منيح. هلا انا نوال تبع مباري؟ لا والله انا رجعت نوال اللي بتعرفيها. لك يا ريت يا ريت. قلت لكم اني انا بعرف دوايي بس ما صدقتوني. يعني انت هلا؟ انا هلا مثل ما بدكم احسن. وينه؟ وينه ابوك يسمع الحكي الحلو؟ وينه؟ ايه عبير؟ أنا مو عبير، أنا أم عبير. أهلين مرت عمي قليلي. بالله أنا مرت عمك؟ طبعاً. حضرتك حتصير صهري؟ بإذن الله. عم تحاكيني وأنت راكب على الموتور؟ طيب، وهي طفينا الموتور. امري. أنت شو قلت لها لعبير وقت اللي كانت عندك بالمحل؟ نسيت شو قلت لها. شو هي إنه لازم تبعدوا عن بعض؟ كمان قالت لك إياها؟ يعني إذا ما قالت لي إلي لمين بدها تقول للجيران؟ البنت لسه ما طبقت ال 19. معك حق، لساتها صغيرة كتير. شو قصدك يعني؟ قصدي تعطيني بنتك لأحكي معها. ليش مو عاجبك حكي؟ حكيك على عيني وراسي، بس في كلمتين تذكرتهم لازم إلا إياها. بده يحكي معك، إذا بيحكي معك أي كلمة طالعة نازلة بتعطيني التليفون فورا. خدي. ألو. معقولة أنت عبير؟ لا ماني معقولة. الكلام اللي قلت لك اياه كثير خاص، مفروض تتركيه جواتك يوم او يومين تفكري فيه وتاخدي قراري. دغري حكيتيه لامك؟ لان كلامك ما بينسمع. لكن في حدا بيقول لخطيبته خلينا نبعد عن بعض؟ ايه، حتى اعرف اذا بدنا نستمر مع بعض ولا لا. تامر واضح من كلامك انه ما بدك يعني نستمر مع بعض. قولها بقى وخلصني. انا سمعتك شو قلت له. ابدا، يعني ما فينا نحكي كلمتين انا وبنتك بدون ما تكوني حاضره. انت نيتك مو صافيه يا ولد. وهيك راي بنتك كمان؟ فيك تمر لعنا بكره على البيت؟ تكرم عينك، اذا ما عندي شغل خلص بمر. بتترك كل اشغالك وبتجي، انا وابوها بدنا نحكي معك كلمتين. حاضر، مع السلامه. سكر بوجهك ما هيك؟ ان شاء الله بتتسكر بوشه كل الابواب يا حق. انا بفرجي. لك في زنتي مثل مالي شايفتك شايفه انه هو ما عاد بده اياكي. ولك والله والله في وحده كاتبت له حجاب لا يكرهك. هذا احلى خبر سمعته بحياتي. قلت لك اصبر علي، انت مالك سوى شو اعمل لك؟ ممكن تفهميني شو اللي صار؟ يا غافل لك الله، بعلمي كانت مريضه، بعلمي صارت مثل الغزاله. لك هذا احلى غزال بعث لي يا الله. بابا بنحلم ببعضنا حبيبي، وانتم كمان غزلان وبحدكم الله. بهالمناسبه خلينا نطلع نتعشى برا.
بابا نوال اوعك تمرضي من هلا ورايح لانك عم تمرضيني معك. يلا يلا حبيباتي يلا روحوا البسوا يلا. تعال عروستها شوي ماما بدي اسألك سؤال. تفضلي. صراحة البيت اللي اشترى لك يا ابوك مشان تتجوز انت وخلود عاجبك؟ لك ايه ماشي حاله، المهم يعجب خلود لهلا ما شافته. يعني مو صغير غرفتين وصالون؟ لك يا امي نحن اثنين، شو بدنا نسوي ببيت كبير؟ ايوه وبس يجوا الاولاد. هلا يجيني اولاد بشتري واحد اكبر منه. واذا قلت لك حاطة عيني على بيت بيطير العقل. ثلاث غرف نوم وصالون كبير كثير. والبرندات داير ما يدور. ما فهمت. وحزير وين منطقته؟ بالمزه بنفس الشارع اللي ابوك اشترى فيه بيت لابتسام. بدك تشتري هذا البيت الي؟ الك ولخلود. منه البيت كبير ومنه بيسع اولاد كتير ومنه بتكون جنب ابوك. انت عم تحكي عن جد ماما؟ ايه. ولاني عرفت انه رح يعجبك دفعت رعبونه ولما رح ارجع من السفر تستلمه. يعني اصرف النظر عن البيت اللي اشترى لي يا بابا؟ ايه طبعا بدك تصرف نظر، معقول تسكنوا ببيتين؟ معقولة انتي؟ اقل منها؟ ليش انا كم ربيع عندي بالدنيا؟ انتي صحيح عندك ربيع واحد، بس كمان عندك رائد واحد. وانتي كمان تقبر قلبي، رح اشتري لك بيت. يعني بدي استنى للزواج. انتي احسن ام بالدنيا. الله يخلي لنا اياكي فوروسنا. أنا أمك وسعادتك أهم شيء عندي. سعادتي أنا تقبر قلبي. وأنتِ كمان. إن شاء الله بشوفك أسعد وحدة بهالدنيا. بس إذا رجع ربيع البيت ما بيزعل بابا؟ والله إذا بده يزعل يخلي البيت لإلك. بس أنا ما بقبل بيت صغير.